كانت ملامح ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند توحي بالهدوء، لكنه كان سليط اللسان سريع الغضب. وصفه المؤرخ الألماني مايكل فرويند بأنه رجل لديه قدر من الطاقة لا روح فيه، قاتم في مظهره وعاطفته، يشع بهالة من الغرابة ويلقي ظلالا من العنف والتهور، شخصية حقيقية وسط التفاهة الغريبة التي ميزت المجتمع النمساوي في ذلك الوقت. كان وريث العرش يبذل قصارى جهده لمنع تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية القائمة على عرقيات متعددة من الكروات والسلوفانيين والبوشناق والصرب. كانت الأوضاع مهيئة للانفجار، ارتفعت فيها مطالب الانفصال خاصة بين الصرب القوميين. لم يعرها الأمير بالاً، وركز اهتمامه على تطوير قدرات جيشه العسكرية، وجعل من نفسه المفتش العام للقوات المسلحة بهدف فرض الحكم المركزي تحت سلطته في فيينا. تصاعد الاحتقان بين القوميين الصرب، وصبيحة 28 من يونيو عام 1914، بينما كان موكب ولي العهد وزوجته الدوقة صوفي شوتيك يمر وسط مدينة سراييفو عائدا إلى القصر الملكي، اعترضه فتية من حركة اليد السوداء وأمطروه بالقذائف قبل أن يطلق عليه كافريلو برينسيب 19 عاما رصاصات من مسدسه أصابت الأميرة في عنقه والدوقة في خصرها وقتلتهما في الحال. وفجرت حربا امتد لهيبها من أوروبا حول العالم، التهمت أرواح 9 ملايين في غضون 4 سنوات داميات.